بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني طلبة الفرقة الثانية كلية الطب جامعة الفيوم، نستكمل معا سلسلة المحاضرات الخاصة بالجزء العملي الخاص بمديول نيوروساينس 2، وهيكون ده الجزء الخامس من سلسلة هذه المحاضرات اللي هنبدأ به بأول جزء خاص بالبراكتيكال موتور اوف فيسيولوجي. هنتناول في هذه المحاضرة، وهتكون طويلة نسبيا مقارنة بباقي المحاضرات، موضوعات عديدة. هنتكلم عن مقدمة قبل ما اتكلم عن الجزء العملي اللي هدرس فيه الماسل تون والديب ريفلكسز، هتكلم عن الموتور ارياس اوف سيريبرال كورتكس، وهتكلم عن الكونكشن اوف موتور كورتكس، وهتكلم عن الستراكشر اوف ماسل سبندل، وفكرة مبسطة. الاجزاء الثلاثة دول هناخد فقط فكرة عنهم، لانه انتوا خدتوا تفاصيل الكلام ده في النظري. الستراكشر الخاصة بالمسل سبندل اللي هي الريسبتورز الخاصة بالستريتش ريفلكس، وهناخد الكاركترز اوف ستريتش ريفلكس. وطبعا بسرعة، لان كل الكلام ده اتدرس في النظري، اما موضوع العملي الخاص بهذا الجزء هيكون تطبيقات للستريتش ريفلكس، الستاتيك ستريتش ريفلكس اللي هو المسل تون، والدايناميك ستريتش ريفلكس اللي هو ديب ريفلكسز او تندون جيركس. نبدأ مع بعض يا شباب بمقدمة. هنحاول الجزء الأول نستعرضه بشكل سريع لأنه خدتوا تفاصيل كتيرة في النظري، وطبعا هناخده عشان خاطر هيبقى فيه هيخدمنا في فهم الجزء الخاص بالعملي، سواء كان المسل تون أو الديب ريفلكسز. الفولانتري موفمنت، عشان أقوم بأي حركة إرادية لابد ان انا محتاج تو نيورونز، محتاج انتجريتي يعني سلامه التو نيورونز، حاجه اسمها ابر موتور نيورون وحاجه اسمها لور موتور نيورون. نبدا في البدايه، اي موتور فانكشن لابد ان البرين يتحكم فيها، والارياز الموجوده في البرين اللي بتتحكم في الموتور فانكشن بنسميها الموتور ارياز اوف سيريبرال كورتكس، وهي البرايمري موتور اريا، ودي مسؤوله عن الانيشيشن اوف فولانتري موفمنت، دي اللي بتبدا الفولانتري موفمنت. وعندنا سبلمنتري موتور اريا زي البيزال جانجليا والسيربيلم، ودي اللي بتحط البروجرام الخاص بالموتور سيكونس. وعندنا اريا اخرى اسمها بري موتور اريا اللي هي اريا 6 اند 8، ودي بتعمل الكومبلكس كوردينيتد موفمنت. يبقى الارياز الخاصه بالحركه برايمري موتور اريا اللي هي اريا 4، ودي اللي بتعمل انيشيشن اوف فولانتري موفمنت. وعندنا سبلمنتري موتور ارياس البيزال جانجليا والسيربيلم، ودي اللي بتحط البروجرام الخاص بالموتور سيكونس. والبري موتور اريا اريا 6 اند 8 دي مسؤوله عن الكومبلكس كوردينيتد موفمنت. ده شكل البرين، وتم يعني تقسيم البرين الى ارياز مختلفة. اللي يهمنا في الموتور فانكشن او الموتور موفمنت هي اريا 4 اللي هي البرايمري موتور اريا، ويهمنا ايضا اريا 6 اند 8 دي البري موتور اريا، وايضا بيهمنا سبلمنتري موتور اريا والبيزال جانجليا والسيربيلم، لان كل هذه الارياز بتتحكم في الموتور موفمنت، وخدتوا تفاصيل الكلام ده في النظري. الارياز المختلفة الموجودة في البرين عشان تقوم بالفانكشن لازم تكون متصلة بالعضلات، ويتم اتصال الارياز المختلفة بالعضلات من خلال الأعصاب، والأعصاب بتعمل كونكشن بالموتور كورتكس من خلال تو سيستمز، بيراميدال سيستم واكسترا بيراميدال سيستم. البيراميدال سيستم يا شباب بينزل من السيريبرال كورتكس من الارياز المختلفة، بتراكتس هي عبارة عن حاجة اسمها كورتيكو سباينال تراكت. كورتيكو يعني جاية من الكورتكس ورايحة للسباينال كورد من خلال تراكت، وتبتنزل من الكورتكس من اريا 4 and 6، وبتنتهي في السباينال كورد في منطقة الانتيريور هورن سيل. تمام. وعندنا حاجة اسمها كورتيكو نيوكليار تراكت، والكورتيكو نيوكليار تراكت دي بتبدأ من اريا 8 في وتنتهي في النيوكلياي الخاصة بالكرينيال نيرفس، نيوكلياي أرقام 3 و 6 و 3 و 4 و 6، عشان كده بنسميها كورتيكو نيوكليار تراكت. عندنا تراكت تالتة اسمها كورتيكو بالبر تراكت،
ودي بتطلع من إيريا 8 تنتهي في النيوكلياي الخاصة بالكرينيال نيرفس أرقام 5 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12. يبقى عندنا كورتيكو سباينال تراكت وكورتيكو نيوكليار تراكت وكورتيكو بالبر تراكت. هذه التراكتس المختلفة سميناها البيراميدال تراكتس، نصور ليها. وعندنا حاجة اسمها إكسترا بيراميدال سيستم، دي بتطلع من البري موتور إيريا والبيزال جانجليا والريتيكولار فورميشن والريد نيوكلياس والفيستيبولار نيوكلياي، وبتنزل في تراكتس بنسميها ريبرو سباينال تراكتس وريتيكولو سباينال تراكت وريتيكتو سباينال تراكت وفيستيبولو سباينال تراكت وأوليفو سباينال تراكت. هذه التراكتس المختلفة بنسميها الإكسترا بيراميدال سيستم، والكلام ده خدته بالتفصيل في النظري. طيب يا شباب احنا جايين ندرس ايه؟ ندرس السباينال ريفلكسس، الريفلكسس الموجوده في السباينال كورد اللي هي ممكن تكون مونوساينابتك، وده اهم ريفلكس اللي احنا هندرسه النهارده هو الاسترتش ريفلكس، متمثلا في نوعين ستاتيك في المسل تون ودايناميك في التندون جيرك. وده هذا الريفلكس هو الريفلكس الوحيد اللي في جسمي اللي بيكون مونوساينابتك، يعني فيه ساينابس واحدة. عندنا ريفلكس تاني بيبقى باي ساينابتك، يعني فيه تو ساينابس، اسمه انفيرس ستريتش ريفلكس. وباقي الريفلكسز الموجودة في جسمي هي بولي ساينابتك ريفلكسز. ده لو رسمة بتوضح لنا الاسترتش ريفلكس، المسل بيحصل لها استرتش وبعد كده بيحصل كونتراكشن نتيجة الميكانيزمز المختلفة اللي احنا هنقولها واللي انتوا خدتوا تفاصيلها في شرح الاسترتش ريفلكس في النظري. الريسبتورز الخاصة بالاسترتش ريفلكس سميناها المسل سبيندل، وكل مسل سبيندل تحتوي من 8 ل 10 انترافيوزال مسل فايبرز. والمسل سبيندل تو تايبس، نوعين نيوكليير باك وده الديناميك ريسبتورز المسؤولة عن التندون جيرك، ونيوكليير تشين الستاتيك ريسبتورز المسؤولة عن الستاتيك ستريتش ريفلكس اللي هي المسل تون. وعندنا تو افرنت برايمري اند سكندري وتو افرنت، وده الستريتش ريفلكس او المسل سبيندل في افرنت بتطلع منها برايمري وسكندري، وده طبيعي لاي ريسبتور بيطلع منه افرنت، ولكن الغريب ان المسل سبيندل بتتلقى افرنت، تو افرنت ودايناميك جاما افرنت وستاتيك جاما افرنت. كل الكلام ده طبعا انتوا خدتوا تفاصيله في النظري، بس بحب اذكركم بيها. ودي رسمه خاصه بالمسل سبيندل والنيوكليير باج والنيوكليير تشين والافرنت اللي هو البرايمري والسكندري فايبرز اللي بتطلع من الريسبتورز عشان تنقل الاحساس بالستريتش، والافرنت اللي هي الجاما افرنت، جاما دايناميك وجاما استاتيك. ودي الاكسترا فيوزال ماسل فايبرز اللي هيحصل لها كونتراكشن. لو انا عملت ستريتش للماسل سبيندل هيحصل كونتراكشن للاكسترا فيوزال ماسل فايبر. افكت اوف جاما افرنت ديسشارج، افكت اوف جاما افرنت ديسشارج. الجاما افرنت وده الغريبه ان ده ريسبتور ليس مش طالع منه بس افرنت بينقل الاحساس، بل جايله إيفرنت مسميه جاما إيفرنت، وخدته الفانكشنز المختلفة للجاما إيفرنت بتعمل changing the sensitivity of muscle spindle، تزودها أو تقللها حسب الوضعية المناسبة لجسمك، وبتعمل prevention للunloading، وبتعمل reflex contraction of muscles بنوعيها ألفا دايركتلي أو جاما ريفلكسلي. طبعا مش هندخل في تفاصيل الكلام النظري ده. عندنا الاسترتش ريفلكس يخضع لكنترول من فوق السباينال كورد بنسميه سوبرا سباينال كنترول اوف ستريتش ريفلكس. هناك ارياز بتعمل ستيميليشن للاسترتش ريفلكس بنسميها سوبرا سباينال فاسيليتاتوري سنترز في اريا 4 ونيو سيربيلم وفاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن وفيستيبولار نيوكلياس. وعندنا ارياز اخرى بتعمل انهيبيشن للاستريتش ريفلكس، اريا 4S والباليو سيربيلم والانهيبيتوري ريتيكولار فورميشن والريد نيوكلياس والبيزال جانجليا. كل الكلام اللي انا قلته ده انتوا خدتوه في النظري بشكل موسع، بس حبيت افكركم ببعض المعلومات الخاصه بالنظري.
طيب ايه الموضوع بقى العملي اللي احنا مطلوب نكون عارفينه؟ مطلوب جدا نكون عارفين الاسترتش ريفلكس باعتباره هو موضوع العمل اللي هنتكلم فيه. الماسل تون يمثل الاسترتش ريفلكس. الاسترتش ريفلكس يا شباب طبعا الريسبتورز الخاصة بالاسترتش ريفلكس هي الماسل سبيندل، والانترافيوزال ماسل فايبرز هي مكان الريسبتورز. الاكسترافيوزال ماسل فايبرز دي اللي بتعمل كونتراكشن للماسل. طب الاستيمولس الخاص بالستريتش ريفلكس هيكون مودريت ستريتش. لو عملت مودريت ستريتش للماسل هيحصل استيميليشن للانترافيوزال ماسل فايبرز. هيطلع من الانترافيوزال ماسل فايبرز افرنت اللي هي الوان والتو، بعد كده بتروح للسنتر الموجود في السباينال كورد اللي هو الانتيريور هورن سيلز، بعد كده بيرجع افرنت بنسميها اي الفا موتور فايبرز، وده الافرنت اللي بيعمل للمسل كونتراكشن، بيعمل استيميليشن للاكسترافيوزال ماسل فايبرز ويحصل كونتراكشن للمسل. يبقى الموضوع بيبدا بمودريت ستريتش تو ذا ماسل leading to stimulation of intrafusal muscle fibers، وفي النهاية ينتهي بcontraction of the muscle. moderate stretch leading to contraction of the muscle. الكاركترز الخاصة بالstretch reflex، وكون reflex كان لازم ربنا يخليه الفاستست reflex ويكون local ويكون أكتر في anti-gravity muscles يعني العضلات اللي هي ضد الجاذبية اللي هنقولها بعد شوية يا شباب لما نتكلم عن الجزء الخاص بالعملي. طيب الاسترتش ريفلكس نوع ولا اتنين؟ احنا قلنا ان المسل سبيندل فيها نيوكليار باج ونيوكليار تشين، والنيوكليار باج مسؤولة عن الديناميك استرتش ريفلكس، والنيوكليار تشين مسؤولة عن الاستاتيك استرتش ريفلكس. طيب ايه حكاية الفرق، ما الفرق ما بين الديناميك استرتش ريفلكس والاستاتيك استرتش ريفلكس؟ اول حاجة من حيث الاستيمولس، الاثنين حاجة الاستيمولس الخاصة بالديناميك استرتش ريفلكس ان انا اعمل صادن استرتش، صادن استرتش هيأدي في النهاية المسل كونتراكشن. اما في الاستاتيك استرتش ريفلكس بيكون ساستيند استرتش، ان العضلة بيحصل لها ساستيند استرتش، استرتش مستمر. الريسبتور الخاصة بالديناميك استرتش ريفلكس والاستاتيك استرتش ريفلكس هي المسل سبيندل، ولكن في الديناميك استرتش ريفلكس جزء النيوكليار باج في المسل سبيندل، اما في الاستاتيك استرتش ريفلكس بيكون النيوكليار تشين. الافرنت الخاص بالديناميك استرتش ريفلكس هيكون البرايمري فايبرز، والافرنت الخاص بالاستاتيك استرتش ريفلكس بيكون برايمري اند سكندري فايبرز. السنتر في الاثنين بيكون الانتيريور هورن سيلز، الافرنت في الاثنين بيكون الفا موتور فايبرز، الافكت في الاثنين بيعمل استيموليشن للاكسترا فيوزال ماسل فايبر عشان يحدث للمسل كونتراكشن. تمام. الاكزامبل الخاص بالديناميك ستريتش ريفلكس هو الديب ريفلكسز اللي هناخدها في الجزء الثاني من محاضره النهارده، والاستاتيك ستريتش ريفلكس الاكزامبل عندنا هيكون اكزامبل هيكون خاص بالماسل تون اللي هو التون الخاص بالعضلات. ستريتش ريفلكس ليه رول طبعا خدتوه في النظري اللي قدامكم في هذا السلايد، ولكن مش هنتطرق لتفاصيله لانه خدتوه في محاضرات النظري. عندنا حاجة اسمها inverse stretch reflex. inverse احنا قلنا العضلة لو حصل لها moderate stretch هيحصل contraction، ما بالكو لو العضلة حصل لها marked stretch. moderate stretch leading to stimulation of muscle spindle، تمام، leading to في النهاية muscle contraction. اما الماركد stretch بيعمل الريسبتورز اللي بيحصل لها stimulation في الماركد stretching of the muscle هو الجولجي تندون organ. تمام. الافرنت بيكون 1B، والسنتر بيكون هذا الريفلكس اللي هو الانفرس ستريتش ريفلكس باي سينابتيك ريفلكس. يبقى عندنا واحد ريفلكس واحد بس هو المونو سينابتيك هو الستريتش ريفلكس، وريفلكس باي سينابتيك هو الانفرس ستريتش ريفلكس. الافرنت هو الالفا فايبرز. الريسبونس المسل لما بعمل لها ماركت ستريتش بتستيميليت الجولجي تندون اورجان وليس المسل سبيندل، بتليدز تو ريلاكسيشن نوت كونتراكشن. يبقى انا لو عملت ماركت ستريتش اوف ذا مسل هيؤدي الى ريلاكسيشن اوف ذا مسل اند نوت كونتراكشن. نبدا بقى يا شباب نتكلم عن العمل. دي مقدمه طبعا، الكلام اللي قلته كان ممكن ما ابداش بيه اطلاقا، ولكن حابب بس ان احنا نعمل ريفريشمنت للجزء النظري اللي ليه علاقه بموضوع النهارده.
ما هو الكلينيكال امبورتنس اوف ستريتش ريفلكس؟ يعني انا بدرس الاسترتش ريفلكس ليه؟ عشان ادرس التندون جيرك، وده اكزامبل اللي بقى للدايناميك ستريتش ريفلكس، وبدرس الماسل تون وده اكزامبل لستاتيك ستريتش ريفلكس، وبدرس الكلونس وهنعرف ظاهره الكلونس يعني ايه بعد شويه. يا شباب نبدا يا شباب نتكلم في الموضوع اللي جايين نشرحه في هذا الجزء من العملي. اول حاجه هنتكلم عن الماسل تون. الماسل تون، هل العضلات بتاعتك ديورنج ريست بتكون كونتراكتد ولا ريلاكسد؟ كلكم بتجاوبوا لا بتكون ريلاكسد ديورنج ريست. لا، ديورنج ريست العضله بتاعتك بتكون كونتراكتد، بتكون كونتراكتد طول الوقت، بيكون فيها تون معين بسميه الماسل تون نتيجه الكونتراكشن بتاع بعض الماسل فايبرز الموجوده في العضلات بتاعتك. السؤال التاني اللي بسأله ليكو، هل كل المسل فايبرز بتكون contracted at the same time؟ لا، مش كل المسل فايبرز، ده بعض المسل فايبر بيحصل لها contraction وبعض المسل فايبرز بتكون relaxed وبيبدلوا مع بعض بعد كده. ده ظاهرة المسل تون. يعني ايه مسل تون؟ هو عبارة عن ريفلكس، لأن المسل تون هو stretch reflex، هو static stretch reflex. هذا الريفلكس ينتج عنه مسل contraction، مش تيتانيك ماسل كونتراكشن، سب تيتانيك عشان العضلة ما يحصل لهاش فتيج نتيجة الكونتراكشن لفترات طويلة. تاني حاجة ان يكون alternating يعني مش كل الماسل فايبرز بتاعتك بتكون contracted at the same time، بتبقى عاملة زي نبطشيات. يعني مثلا انت عندك اكزامبل، مثلا هنقول عندك 1000 ماسل فايبر، 300 بتكون contracted وال700 بيكونوا مريحين. بعد فترة من الزمن ال 300 يريحوا و 300 غيرهم يحصل لهم contraction، وبعد فترة 300 غيرهم يحصل لهم contraction، وبدلوا مع بعض، بيعملوا تبديل نبطشيات alternating. تمام؟ طيب بيكون في انهي عضلات اكتر؟ بيكون في الانتي جرافيتي ماسلز، يعني العضلات اللي ضد الجاذبيه، زي مثلا الفليكسورز اوف ذا ابر ليمب، زي الاكستنسورز اوف ذا باك، اكستنسورز اوف ذا لور ليمب. يبقى نقدر نقول ان المسل تون عباره عن ريفلكس، لانه هو ستاتيك ستريتش ريفلكس، بيكون سب تيتانيك مش تيتنس، سب تيتانيك كونتراكشن عشان العضله ما يحصلهاش فتيك. العضلات من الفاصل فايبرز مش كلها بتكون كونتراكتد ات ذا سيم تايم، بيحصل تبادل ما بين العضلات المسل فايبرز بعدها بعضها وبعض، بتبقى الترنيتنج وبتكون كونتينيوس مستمره، وبتكون اكتر في الانتي جرافيتي ماسلز، فليكسورز اوف ابر ليمب، ستنسورز اوف لوور ليمب، اكستنسورز اوف باك. ايه سبب الاسترتش ريفلكس؟ مين؟ طب احنا قلنا دلوقتي ان العضله بتاعتك دايما كونتراكتد حتى ديورنج ريست نتيجه كونتراكشن اوف سم ماسل فايبرز في العضله. طب ليه الماسل بتكون كونتراكتد على طول؟ ليه؟ ايه السبب؟ لان الماسل سبندل، احنا عارفين احنا الريسبتورز عندنا هي الماسل سبندل، هي دي الريسبتورز، از كونتينوسلي ستريتشد. لو عملت ستريتش للماسل سبندل هيحصل كونتراكشن للعضله. السبندل الموجوده او الماسل سبندل بتكون كونتينوسلي ستريتشد، يعني هيحصل لها ستريتش دائما. ليه بقى؟ لان الماسل لينس خدته في الاناتومي ان طول العضله اكتر من الديستنس ما بين الاوريجن والانسيرشن. المسافه ما بين الاوريجن والانسيرشن بتكون المسافة ما بين الأوريجين والإنسيرشن، الماسل لينس طول العضلة بيكون أكبر من المسافة ما بين الأوريجين والإنسيرشن، أو المسافة ما بين الأوريجين والإنسيرشن بتكون أقل من طول العضلة. ده معناه إن العضلة دائما بتكون استريتشد مشدودة، مما ينتج إن العضلة يحصل لها كونتراكشن، لأن يحصل مودريت استريتش العضلة دائما فيحصل ماسل كونتراكشن، ده اسمه استريتش ريفلكس. أنهي جزء في الريسبتورز بيحصل له ستيميليشن المسل؟ الجزء اللي هو التشين عشان يعمل الستاتيك ستريتش ريفلكس. تاني حاجه اتراكشن فورس اوف ايرث جرافيتي، وانت ماشي اجينست جرافيتي ضد الجاذبيه، الجاذبيه بتحاول تسحبك لتحت، الاتراكشن فورس اوف ايرث جرافيتي دي بتخلي المسل دائما ستريتشد، مما يؤدي ان المسل دائما بتكون كونتراكتد. تالت حاجه continuous gamma efferent discharge، الجاما efferent discharge ووظيفتها دايما في جاما efferent discharge اللي بتعمل stimulation للperipheral part of receptor، مما يؤدي الى stretch of central part اللي هو فيه الريسبتورز التشين، مما يؤدي الى
دائما المسل سبندل بتكون استرتشد. يبقى المسل سبندل بتكون كونتينيوس استرتشد بسبب ثلاث حاجات: ان المسل لينث اكتر من الديستنس بتوين اوريجين اند انسرشن، ان الاتراكشن فورس اوف ايرث جرافيتي، والكونتينيوس جاما افرنت ديستشارج. طيب واحد يقول لي عضله منقبضه دائما لازم تتعب. طيب هل عضلاتنا بتتعب هي منقبضه على طول 24 ساعه منقبضه، ولكن على الرغم من انقباضها الدائم مش بيحصل فتيك، ما بيحصلش تعب. طب ليه ما بيحصلش تعب؟ لان الكونتراكشن الخاص بالعضلات ما بيكونش تيتانيك، بيكون سب تيتانيك. تاني حاجه الكونتراكشن ده ما بيكونش في كل المسل فايبرز، بيكون في صم مسل فايبرز، عشان كده بيبقى الترنيتنج. تالت حاجة إن المسل فايبرز نوع من النوع السلو اللي بتكون فيها لو اي تي بيز اكتيفيتي، فاستهلاكنا من الاي تي بي بيكون قليل. مور ميتوكوندريا، كمية الميتوكوندريا بتكون كتيرة. ريتش ان كابيلاري سبلاي، البلاد سبلاي بيكون كتير، الميتوكوندريا كتيرة فتقدر تقدر تصنع لي طاقة كتير، والاي تي بيز اكتيفيتي قليله فما كسرش الاي تي بي كتير فما استهلكش طاقه كتير، والكابيلاري ريتش في الكابيلاري سبلاي مما يؤدي ان البلاد سبلاي كتير، فالنيوتريانت والاكسجين الخاص بالعضله بيكون كتير. يبقى ليه العضله ما يحصلهاش فاتيج؟ نتيجه ان الكونتراكشن سب تيتانيك، ان بيكون الترنيتنج، نوع الفايبرز الموجوده بتكون سلو ماسل فايبرز. طب ازاي بعمل اكزامينيشن للماسل تون؟ سبجكت الشخص اللي عايز اعمل اكزامينيشن للمسل تون بقول له خليك كومبليتلي ريلاكسد، بعد كده امسك اي جوينت وابدا اعمل فيه فليكشن اند اكستنشن، بعمل باسيف فليكشن اند اكستنشن اوف اول جوينتس عشان احدد المسل تون الخاص بالجوينتس المختلفه، ببدا بالفينجر، بمشي بالريست والالبو والني عشان احدد المسل تون، واقارن الجانبين اليمين والشمال ببعض. دي رسمه سوري. تمام، يبقى نقدر نعمل فليكشن، بمسك ايد العيان واعمل فليكشن واكستنشن، فليكشن واكستنشن، فليكشن واكستنشن. طب انا دلوقتي عندي خبره ان ده الطبيعي، الشخص الطبيعي، هل الشخص الطبيعي بيكون فيه تون بحسه في الفليكشن والاكستنشن الخاص بيه؟ انما لو الايد مشلوله تماما هتلاقي ايده سايبه، تلاقي ايده بتاخد مفيش، ما بتاخدش، بتاخد وتدي سايبه، يعني ايده ما فيهاش اي تون. تمام، احساسي بالطبيعي بعد كده بيقدر اخليني افرق الطبيعي من الغير طبيعي. الناس اللي عندهم مثلا ريجيديتي يعني ايديهم مخشبه، اجي اعمل فليكشن واكستنشن الاقي صعوبه، يبقى عنده المسل تون زيادة. طب الناس اللي عندهم المسل تون قليل ألاقي إيديهم سايبة معايا، فإحساس المسل تون بيقل في الناس اللي عندهم هايبوتونيا، والناس اللي عندهم سباستيستي أو ريجيديتي هلاقي إيديهم مخشبة، ما بعرفش أعمل فليكشن واكستنشن بشكل سليم. طيب ليه ربنا خلى المسل فيها مسل تون؟ ليه العضلات دائما كونتراكتد وربنا خلى فيه مسل تون؟ المسل تون ده ليه وظائف عديدة. أول حاجة keep body position، وضعية جسمك، أنت بتقعد، لو أنت ما فيش مسل تون ما كنتش هتعرف تقعد، ما كنتش هتعرف تقف، هتفقد المسل تون. تاني حاجة background of muscle activity، لما أقولك أن أنا عايز أعمل muscle contraction muscle activity، أعمل contraction مثلا ل 70% من المسل فايبرز، طب لما يكون عندك 30% already contracted بالمسل تون، يبقى أنا عشان أصل ل 70 محتاج 40، طب لو ما فيش muscle تون كنت صفر، يبقى محتاج 70، تمام، في المسل contraction. يبقى المسل تون بيدينا background للمسل activity وبيسهل المسل activity. تالت حاجة درجة حرارة جسمك، لو المسل تون مش موجود مش هتقدر تحافظ على درجة حرارة الجسم، لأن المسل تون ده بينتج عنه انرجي معينة وحرارة معينة في الجسم تقدر تكيب ذا بادي تمبريتشر. حاجة مهمة خدناها في الكارديوفاسكولار سيستم ان المسل تون في الكاف مسل بتهلب الفينس والليمفاتيك درينج او ريتيرن، نتيجة ان المسل تون في الكاف مسل بتاكت از سكند هارت، بيعمل كونتراكشن للبلاد فيسلز ويطلع الدم من تحت لفوق، والهارت بيعمل سكشن لهذا الدم عشان يصل لفوق. اذا المسل تون في الكاف مسل بيهلب الفينس والليمفاتيك ريتيرن. طب لو واحد عملت له تجربه المسل تون
ممكن يكون هذه التجربة abnormal muscle tone، يكون عنده مشكلة في المسل تون. المشكلة دي ممكن تكون في صورة هايبوتونيا، يعني نقص في المسل تون، بنسميها flaccidity يعني ارتخاء، أو هايبرتونيا في صورة يا إما spasticity أو rigidity، وهنفرق ما بين الاتنين. يبقى abnormal muscle tone زي في حالة الهايبوتونيا، وده بيحصل في اللور موتور نيورون ليجن. احنا قلنا الابر موتور نيورون ليجن ده عبارة، الابر موتور نيورون ده جاي من السيريبرال كورتكس ويصل نهايته بيكون في الانتيريور هورن سيلز، واللور موتور نيورون بيبدأ من الانتيريور هورن سيلز وبيصل لحد المسل ويعمل كونتراكشن للعضلة. لو واحد عنده ليجن في الانتيريور هورن سيلز او ليجن في النيرف اللي بيغذي العضله، يبقى عنده لور موتور نيورون. اللور موتور نيورون ليجن يعني ليجن في يبقى الشخص اللي عنده ليجن في النيرف او في الانتيريور هورن سيلز يبقى عنده لور موتور نيورون ليجن. يبقى العصب اللي بيغذي العضله فيه مشكله، يبقى المسل مش هيحصل لها كونتراكشن، يبقى عنده هايبوتونيا او فلاسيديتي ارتخاء في العضله. ايضا لو واحد عنده نيو سيريبيلر ليجن، يعني ليجن في واحده من السوبرا سباينال ستيمولاتري او فاسيليتاتري ريجون اللي هو النيو سيريبيلم، لو في مشكله فيه بيكون الشخص ده بيعاني من هايبوتونيا وايضا الكوريا. اما الهايبرتونيا السباستيسيتي او الريجيديتي بتحصل في الابر موتور نيورون ليجن، السباستيسيتي والريجيديتي بتحصل في الابر موتور نيورون ليجن. نتكلم عن السباستيسيتي وعن الريجيديتي. انواع التخشب، يعني الواحد دلوقتي مخشب المسل تون بتاعه زياده، يا اما ان يكون سباستيسيتي او يكون rigidity. يعني ايه سباستيسيتي؟ سباستيسيتي يعني increase resistance to passive movement in the anti-gravity muscle. زيادة السباستيسيتي زيادة الريزيستنس اللي هي المقاومة، وانا بعمل فليكشن واكستنشن بلاقي مقاومة معايا وبيكون اكتر في الانتي-gravity muscles. ايه هي الانتي-gravity muscles؟ هي flexors of upper limb, extensors of lower limb and trunk، وبيكون distal more than proximal. الهايبرتونيا بيبقى شكلها حاجة اسمها كلاسب نايف تايب، عارفين المطوة القرن غزال، لما ببدأ أطلعها لو حد مسك أو مسك مطوة قرن غزال وبدأ يطلعها بيلاقي صعوبة وهو بيطلعها في الأول، لأن كل ما بيطلعها بيحصل كونتراكشن، بيحصل مودريت ستريتش وكونتراكشن للمسل، مودريت ستريتش وكونتراكشن للمسل، وفي النهاية بيعمل ماركد ستريتش فيحصل انفيرس ستريتش ريفلكس فيحصل ريلاكسيشن للمسل. يعني في الأول بلاقي مقاومة وفي الآخر بلاقيها ثابت معايا في النهاية، كلاسب نايف تايب. بيحصل initial resistance to movement is suddenly overcome. ليه بيحصل suddenly overcome؟ لأن stretch reflex يتحول من stretch reflex إلى inverse stretch reflex. طب إيه سبب الاسباستيستي؟ زيادة الديسشارج of gamma motor neuron، إن في زيادة في الديسشارج الخاص بالجاما motor neuron، تمام؟ طيب ده بيحصل فين؟ بيحصل في الناس اللي عندهم upper motor neuron lesion، وبيكون مصحوب بزيادة في التندون جيرك، في الديب ريفلكسز بيكون زيادة، يعني بيكون عنده هايبر ريفلكسيا وبيكون عنده هايبرتونيا. يبقى عنده هايبرتونيا اللي هي اسباستيستي وايضا عنده هايبر ريفلكسيا وبيكون عنده ايضا كلونس. في اخر الجزء ده هناخد مقارنة ما بين الاسباستيستي والريجيديتي. طب ايه حكايه الريجيديتي؟ الريجيديتي دي بتحصل في عيان الباركنسونيزم، خدتوا اكزامبل لعيان الباركنسونيزم، عيان الشلل الرعاش، وفي العيان اللي عنده ريجيديتي بيزيد الريزيستنس في تو باسيف موفمنت في كل العضلات. احنا قلنا في السباستيستي بيكون الزياده في الانتي جرافيتي ماسل، اما في الريجيديتي بتكون الزياده في اول ماسلز، تمام؟ ولكن لاحظنا ان في الريجيديتي بيكون في الفليكسورز مور ذان اكستنسورز،
والبروكسيمال مور ذان ديستال. طب شكل الريجيديتي، التخشب النوع الثاني من نوع الريجيديتي بيكون شكلها ايه؟ احنا قلنا شكل الاسباستيستي بتكون حاجه اسمها كلاسب نايف ريجيديتي، ان انا بلاقي مقاومه في الاول بعد كده اوفر كام المقاومه لان حولت الاسترتش ريفلكس الى انفيرس استرتش ريفلكس. اما الريجيديتي بيكون هناك ريزيستنس اول ذا تايم، على طول طول الوقت كأن واحد بيتني ماسوره من الرصاص، فيلاقي صعوبه في تنيها طول الوقت، مش بيوفر كام الريزيستنس في الاخر، بنسميها ليد بايب او حاجه اسمها كوج ويل ريجيديتي زي الترس، في صعوبه في اداره الترس للنهايه. ليد بايب ريجيديتي وكوج ويل ريجيديتي. طيب ايه سبب الريجيديتي؟ احنا قلنا سبب الاسباستيستي زياده الجاما ديستشارج، سبب الاسباستيستي بيكون زياده الجاما ديستشارج، اما سبب الريجيديتي بيكون ديو تو انكريز ديستشارج اوف الفا موتور نيورونز. طيب هل بيكون مع الريجيديتي هايبر ريفلكسيا؟ لا، مع الاسباستيستي بس اللي بيكون فيها هايبر ريفلكسيا وكلونس، اما الريجيديتي ما بيكونش فيها هايبر ريفلكسيا وبيكونش فيها كلونس. اكزامبل عندنا المرض اللي بيعمل ريجيديتي باركنسونيزم، اما المرض اللي كان بيعمل اسباستيستي كان هو الابر موتور نيورون ليجن. في حاجة اسمها lengthening reaction اللي هو الكلاسب نايف ريجيديتي، وبيكون ليجن في الانترنال كابسول، وهذا المرض بيكون مصحوب بهايبرتونيا وباك جراوند فاسيليتيشن. والفينومينا اللي هو فكرة الكلاسب نايف، ان انا لما بعمل استريتش العيان ده اللي عنده ابر موتور نيورون ليجن، اجي اعمل له استريتشنج، اعمل اكستنشن للالبو جوينت، الاقي ريزيستنس في البداية، ريزيستنس لحد ما اوفركم ريزيستنس لو عملت ماركت استريتش، لان حاولت الاستريتش ريفلكس الى انفيرس استريتش ريفلكس اللي بيكون الناتج عنده ريلاكسيشن اوف ذا ماسل في النهايه. الجزء الثاني من العملي هتكلم عن الديب ريفلكسز اللي هو التندون جيرك واستخدام الهمر في تجربه العملي. التندون جيرك ان انا بعمل صادن استريتش، فاكرين المقارنه بين الديناميك استريتش ريفلكس والاستاتيك استريتش ريفلكس؟ احنا خدنا الماسل تون ده اكزامبل الخاص بالاستاتيك استريتش ريفلكس، ان انا كنت بعمل كونتينيوس استريتش مش صادن استريتش، بس بعمل ساستيند استريتش في الماسل تون. اما في الديب ريفلكسز بعمل صادن استريتش اوف ذا ماسل by tapping of the tendon of the muscle by hammer، بستخدم في التجربة حاجة اسمها hammer. طب لما اعمل tapping للتندون يبقى عملت sudden stretch، يبقى العضلة يحصل لها contraction مما ينتج عنه الحركة الخاصة بالcontraction of the muscle. التندون جيرك ده نوع من انواع الدايناميك تايب اوف ستريتش ريفلكس. اول ما بعمل sudden stretch بيعمل stretching of the muscle spindle، بيعمل stretching للجزء الخاص بالdynamic stretch reflex اللي هي muscle spindle bag الباج، وبيطلع البرايمري اندنج اللي تروح للسباينال كورد، بعد كده بيرجع بكونتراكشن للاكسترا فيوزال ماسل فايبرز وماسل كونتراكشن. طيب الشخص عملت له هذه التجربة والتجربة يعني كانت نيجاتيف، يعني كده عملت ستريتش تابنج للتندون الخاص بالمصل والمصل ما حصلش فيها كونتراكشن، هل ده معناه انه ما عندوش التندون جيرك شغال؟ لا، ممكن يكون تندون جيرك عايز بس اساعده في انه يشتغل. طب ازاي اعمل reinforcement of the tendon jerk؟ ازاي اقوي التندون جيرك؟ هخلي السبجكت الشخص بتاعنا يعمل clench of the teeth، يجز على اسنانه، or try to pull clasped hands، او يمسك ويشبك في ايديه بشكل واضح، يجز على اسنانه ويشبك في ايديه، ودي ظاهرة اسمها جندرسكي مانوفر، ده عشان اقوي او اعمل reinforcement of the tendon jerk. طب بتشتغل ازاي؟ من خلال الحركتين دول، ان انا اعمل clenching of teeth او ان انا اعمل clasping of the hands، ده بزود الافرنت، بزود stimulation of gamma motor neuron، بالاضافة الى انا بعمل removal of inhibitory cortical impulses مما يؤدي الى تقوية ال stretch reflex، الديناميك stretch reflex.
طب لو شخص عملت له التجربة ولقيته لا بالعكس هو لا اكزاجيريتد، في عنده هايبر ريفليكسيا، بقى تيست عنده حاجة اسمها انكل او اندني كلونس، حاجة اسمها كلونس بتظهر في الناس اللي عندهم هايبر ريفليكسيا. يبقى الشخص اللي عنده هايبوتونيا يعني التون بتاعه هايبو ريفليكسيا سوري الريفليكس بتاعه ما ظهرش قوي، بعمل ري انفورسمنت من خلال جندرسكي مانوفر، ان انا بعمل كلاسبنج اوف ذا هاندز اوف ذا فينجرز بالاضافه الى كلينشنج اوف تيث، ده بيزود لي الجاما موتور نيورون وبيعمل ريموفال للانهبيتوري كورتيكال امبلسز الخاصه بالستريتش ريفلكس، مما يؤدي الى انه بيعمل ري انفورسمنت اوف تندون جيرك. طب نبدأ يا شباب نتكلم بقى عن العملي، هنعمل التجارب بقى مع بعض العملي وناخد اكزامبلز خاصة بالتندون جيرك او الديب ريفلكسز، وعندنا فور اكزامبلز مشهورين. بايسبس جيرك مهم جدا في اي تجربة وانا بعملها، ودي مهمة جدا لان دي الحاجات اللي هتسألوا فيها اكيد في العملي. في البايسبس جيرك اي جيرك او اي تجربه لازم اكون عارف السنتر الخاص والعضله اللي انا بعمل لها كونتراكشن والوضعيه اللي بعمل بيها الاختبار. البايسبس جيرك بعمل تابنج اون ذا اكزامينر لافتصام بليزد اون ذا بايسبس تندون وايل ذا فور ارم از ميد واي بتوين فليكشن اند اكستنشن، وبحط الـ ده شكل شوف بحط ايدين العيان في وضعيه في زاويه 120 درجه. طب هل بتاب بايدي الهامر اللي انا بستخدمها؟ بعمل تابنج، انا كده بعمل بايسبس ريفلكس، يعني بعمل عايز اعمل كونتراكشن للبايسبس ماسل اللي هي موجوده قدام. طيب قدام التندون حطيت ايدي عليه، ما بعملش تابنج دايركتلي على التندون، احط ايدي على التندون وبعمل تابنج على الصابع، احط صابعي الصنب على التندون واعمل تابنج على الصابع. طب انا ليه حطيت الايدين في زاويه 120 درجه؟ البايسبس المفروض بيعمل فليكشن، فبعمل الايد في وضع سيمي اكستندد عشان اشوف ايه هيحصل الفليكشن. تمام. طيب المفروض انا اشوف ايه في التجربه؟ لما بعمل تابنج للبايسبس تندون المفروض يحصل فليكشن اوف ذا البو. طيب حصل فليكشن اوف البو، طب وممكن يحصل ايه تاني اشوفه بعينيا؟ يحصل كونتراكشن للبايسبس ماسل. طيب هذا الريفلكس بتست معايا ايه؟ بتست معايا C5 and 6. يعني لو انا الريفلكس ده عملته ولقيته مش موجود يبقى سي، يبقى فيه ليجن في C5 and 6. تمام. طب عملت الريفلكس ده وما ظهرش، اعمل reinforcement من خلال ان انا اعمل clenching of teeth او grasping of hands. تمام. طب عملت الريفلكس ده ولقيته exaggerated زيادة هايبر ريفلكسيا يبقى انا اتست الكولونس. يبقى العضلة عندنا هي البايسبس، الوضعية 120 درجة، تابنج اوف تندون اوف بايسبس، بحط صبعي ما اعملش دايركت تابنج للبايسبس، الريزلت عندنا فليكشن اوف ذا البو او كونتراكشن اوف بايسبس ماسل. لو فيه مشكلة وما حصلش حاجة يبقى المشكلة عندنا هتكون في سي 5 و 6. الترايسبس الجيرك، وضعية الترايسبس، الترايسبس عضلة الترايسبس انها المفروض تعمل اكستنشن، فانا بحط دراعي او الالبو في وضعية 90 درجة. ليه بقى؟ لان انا متوقع ان يحصل اكستنشن فبحطها في وضعية 90 درجة، وبعمل دايركت تابنج للترايسبس تندون، دايركت تابنج للترايسبس تندون، الريزلت عندنا هيكون اكستنشن اوف البو او كونتراكشن للعضلة اللي هي هنا اللي هي الترايسبس ماسل. طيب لو في مشكلة وما حصلش كونتراكشن يبقى في مشكلة عندنا في سي 7 و 8. مهم جدا ان انا اكون حافظ الارقام دي لان هنسألك فيها في الامتحان. طيب عملت هذه التجربة وما شفتش لا كونتراكشن في العضلة ولا الاكستنشن، لازم اعمل reinforcement للريفلكس من خلال ان انا بعمل clasping of hands بالاضافة الى clenching of teeth عشان اعمل reinforcement للريفلكس. طيب عملت وكان الريفلكس exaggerated هايبر ريفلكس هتست فور كلونس. الني جيرك، الني جيرك انا بتست عضلة بقى اسمها كوادريسبس مسل. تمام. التندون بتاع هذه العضلة بنسميه الباتيلر تندون، بتست بالهامر وبيكون ده الوضعية الخاصة بـ
testing of the knee jerk. بعمل tapping للباتيلر تندون with hammer while the knee is semi flexed. بحط الني في السيمي فليكشن لانه وانا بعمل tapping الكوادريسبس يحصل لها contraction فيحصل extension of the knee. النت ريزلت اكستنشن اوف ني او كونتراكشن اوف كوادريسبس موسل. مهم جدا وانا بعمل اي تجربه وانا بتست اي عضله اكون عارف ان العضله دي واكون يعني تكون باينه قدامي لان لازم اشوف الكونتراكشن الخاص بهذه العضله. طب الريفلكس ده النيرف سبلاي الخاص بيه بيكون ال 2 و 3 و 4. يبقى الني ريفلكس ده الوضعيه بتاعتنا بالني ريفلكس. انا هعمل اكستنشن فبحطها في سيمي فليكسد بوزيشن وبعمل تابنج دايركت للباتيلر تندون الخاص بالكوادريسبس واشوف الكوادريسبس يحصل لها كونتراكشن او يحصل اكستنشن. في حاله ان الريفلكس ما حصلش بعمل ري انفورسمنت للريفلكس من خلال ان انا بعمل كراسبنج للهاندز بالاضافه الى كلينشنج اوف تيث. طيب الريفلكس كان اكزاجيريتد وزياده بعمل تيستنج للكلونس. الانكل جيرك بتست في عضلة اسمها الجاستروكنيميس ماسل او الكف ماسل اللي بتاخد سبلاي من S2 و 3. تابينج اوف ذا تندون اكيلس. طبعا عارفين تندون اكيلس اللي لعبت الكرة بيتصابوا فيه كتير. بعمل تابينج للتندون اكيلس وايل ذا فوت سلايتلي دورسي فليكسد واخلي الفوت دورسي فليكسد يؤدي الى كونتراكشن اوف جاستروكنيميس ماسل اند بلانتر فليكشن اوف ذا فوت. ايه اللي بيحصل؟ بعمل تابنج وبعمل تابنج للتندون اكيلس الخاص بالجاستروكنيميس ماسل المفروض يحصل كونتراكشن للعضله دي ويحصل دورسيفليكشن خاص بالبلانتر فليكشن للفوت وبيعمل كونتراكشن للجاستروكنيميس ماسل. طب النيرف سبلاي هيكون S1 و2. يبقى الانكل جيرك النيرف سبلاي S1 و2. الني جيرك بيكون L2 و3 و4. الترايسبس جيرك بيكون C7 و8 والبايسبس بيكون C5 و6. يبقى لو عشان نحفظها بسهولة هنلاقي ان الانكل جيرك S1 و2 الني جيرك L2 و3 و4. يبقى 1 و2 الانكل جيرك والني جيرك L2 و3 و4 والبايسبس جيرك بيكون C5 و6 والترايسبس بيكون C7 و8. الكلونس الناس اللي عندهم هايبر ريفلكسيا سواء كان هايبر ريفلكسيا خاصة بالبايسبس جيرك او هايبر ريفلكسيا خاصة بالترايسبس جيرك او هايبر ريفلكسيا خاصة بالني جيرك او هايبر ريفلكسيا خاصة بالانكل جيرك اتست عندهم حاجه اسمها كلونس ودي عباره عن ريزميك سيريس كونتراكشن ان ريسبونس تو سادن سستيند ستريتش اوف ذا تندون ماسل. بتحصل في الناس اللي عندهم ابر موتور نيورون ليجن. وعندنا تو تايبس اوف كلونس انكل كلونس وريست كلونس. ان انا بعمل كونتراكشن بعمل سادن سستيند ستريتش للانكل او سادن سستيند ستريتش للريست وبيظهر عندي ريزميك كونتراكشن كونتراكشن سريع ومتوازن. دي الشكل اللي بعمل فيه بتست بلاقي الشخص ده رجليه بترعش ده بيحصل ريزميك كونتراكشن لرجليه وبعمل ده اسمه انكل كلونس ولو عملتها على الريست يبقى ريست كلونس. هل ده بيظهر في كل الناس؟ لا بيظهر في الناس اللي عندهم هايبر ريفلكسيا وبيظهر في الناس اللي عندهم هايبر تونيا او هايبر ريفلكسيا والناس اللي عندهم ابر موتور نيورون ليجن. بعض الأسئلة اللي ممكن نسألها خاصة بهذا الجزء What is clinical significance of tendon jerk؟ ليه احنا بنعمل التندون جيرك؟ طبعا الهدف من ذلك كل تندون جيرك ليه نيرف سبلاي خاص به ومن خلال هذا النيرف سبلاي بعمل localization of spinal cord lesion. بالإضافة إلى نورمال ريفلكسيا الناس الطبيعيين بيكون عندهم نورمال ريفلكس الريفلكس بتاعهم بيكون طبيعي. الناس اللي بيكون عندهم lower motor neuron lesion يعني lesion في النيرف اللي بيغذي العضلة بيكون عندهم ارفليكس يعني بيكونش عندهم الرفليكس اطلاقا. الناس اللي عندهم upper motor neuron lesion بيكون عندهم hyper reflexia. الناس اللي عندهم مشكلة في السيريبيلم نيو سيريبيلم وده واحد من stimulatory areas بيكون عندهم hypo reflexia.
الناس اللي عندهم ابر موتور نيورون ليجن بيكون عندهم هايبر ريفلكسيا وبيكون عندهم كلونس. يبقى من خلال التندون جيرك بقدر اشخص واحدد مكان الليجن واقدر يساعدني في تشخيص نيورولوجيكال ديزيزز. الهايبر ريفلكسيا بتحصل امتى يا شباب؟ بتحصل في الابر موتور نيورون ليجن. الناس اللي عندهم هايبر ثايرويدزم زياده في افراز الغده الدرقيه بيكون عندهم هايبر ريفلكسيا. الناس اللي عندهم عصبيين شويه عندهم انكزايتي بيكون عندهم هايبر ريفلكسيا. الهايبر ريفلكسيا بتحصل في مين؟ بتحصل في الناس اللي عندهم نيو سيريبيلر سندروم، لان النيو سيريبيلم واحد من السوبرا سباينال فاسيليتاتوري ارياز. الناس اللي عندهم اكسديما ونقص في افراز الغده الدرقيه اثناء السليب بيكون عندك هايبو ريفلكسيا. لما اقول لك شخص عنده ويك بنديولار ريفلكس بنشوفه في مين؟ في الناس اللي عندهم نيو سيريبيلر سندروم، بيكون عنده ويك يعني الريفلكس بيكون ويك وبنديولار عامله زي بندول الساعه، تلاقي رجليه بتاخد وتدي وسايبه شويه، دول عندهم نيو سيريبيلر سندروم. يعني ايه كلونس؟ كلمه كلونس دي معناها ريزميك سيريس كونتراكشن ان ريسبونس تو سادن ساستيند ستريتش اوف ذا تندون اوف ذا ماسل، ودي بتكون في الناس اللي عندهم ابر موتور نيورون ليجن بيكون عندهم هايبر ريفلكسيا اند كلونس. وانواعه في انكل كلونس وريست كلونس. قارن ما بين الاسباستيستي والريجيديتي في جدول، ده جدول بيقارني ما بين الاسباستيستي والريجيديتي. هنلاقي ان الاسباستيستي دي كديفينيشن انكريز ريزيستنس تو باسيف موفمنت ان ذا انتي جرافيتي ماسلز فليكسورز اوف ابر ليمز اند اكستنسورز اوف لور ليمز اند ترانك، وبيكون ديستال مور ذان بروكسيمال. اما الريجيديتي زياده الريزيستنس باسيف موفمنت ان اول ماسلز، يبقى في الاسباستيستي في الانتي جرافيتي ماسلز، في الريجيديتي في الاول ماسلز، تمام، وتكون اكتر في الفليكسورز اكتر من الاكستنسورز والبروكسيمال اكتر من الديستال. الاسباستيستي بتاخد شكل الكلاسب نايف، مطول قرن غزال، بيعمل ريزيستنس في البدايه والريزيستنس في النهايه بيحصل لها اوفر كام، لان ستريتش ريفلكس يتحول لانفيرس ستريتش ريفلكس، نسميها كلاسب نايف تايب. اما الريجيديتي بيكون ليها صورتين، ليد بايب واحد بيكسر بيحاول يتني ماسوره من الرصاص، بيكون بيلاقي ريجيديتي في كل الاوفر على طول، ما فيش اوفر كام موجوده او الكوك ويل ريجيديتي. طيب سبب الاسباستيستي زياده الجاما موتور نيورونز، اما سبب الريجيديتي زياده الالفا موتور نيورونز. الاسباستيستي بتكون مصحوبه بهايبر ريفلكسيا وايضا كلونس، اما الريجيديتي بتكون غير مصحوبه بهايبر ريفلكسيا ولا كلونس. الاسباستيستي الاكزامبل عندنا كمرض ابر موتور نيورون ليجن، والريجيديتي الاكزامبل عندنا كمرض باركنسونيزم الشلل الرعاش. White tendon jerk are exaggerated in upper motor neuron lesion. ليه التندون جيرك بيكون exaggerated في الأبر موتور نيورون ليجن؟ الناس اللي عندهم أبر موتور نيورون ليجن بيكون عندهم ما يلي: بيقل عندهم الانهبيتوري سوبرا سباينال امبلسز كامينج تو ستريتش ريفلكس. الانهبيتوري سوبرا سباينال امبلسز بتقل في الناس اللي عندهم أبر موتور نيورون ليجن، بيزيد عندهم الجاما موتور نيورون. نتيجة زيادة الجاما موتور نيورونز ديستشارج أو الجاما موتور ديستشارج ونتيجة انهيبيشن اوف سوبرا سباينال امبلسز أدت إلى زيادة الإكزاجيريشن اوف ذا تندون جيرك، بيكون عندهم هايبر ريفلكسيا بالإضافة إلى كلونس. طب بعض الأسئلة بقى اللي أنتوا تجاوبوها: What is the clinical significance of tendon jerk? Mention the condition in which hyper reflexia occur in. Mention the conditions in which hyporeflexia occurs in. Mention the condition in which weak pendular reflex is seen. What is meant by clonus? Compare between spasticity and rigidity. Why tendon jerk are exaggerated in upper motor neuron lesion. تنسوش ان كل tendon jerk لازم تكون حافظين النيرف سبلاي بشكل واضح، حافظين ازاي بعمل التست، ايه العضله اللي انا بعمل اكزامينيشن ليها، ايه الوضعيه اللي انا بحط فيها الرجل او الايد عشان اعمل الريفلكس. بكده نكون انتهينا من الجزء الاول الخاص بالموتور، وانتهينا من الجزء الخامس في محاضرات البراكتيكال الخاصه بنيورو ساينس 2. يتبقى لنا محاضره واحده ان شاء الله ونكون خلصنا المحاضرات الخاصه بالبراكتيكال اوف نيورو ساينس 1.
أشوفكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.